نستأذنكم نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر سواريش قال ايه بعد المباراة. قبل اي شيء يا جماعة مساء الخير جميعا. طبعا بعتذر لكم لان النهارده مش عايز اجاوب على اي اسئلة. Espero que compreendam, peço já desculpa já porque respeito muito o vosso trabalho. طبعا عايزكم تتفهموا النقطة دي لأن أنا بحترم جدا شغلكم. بس النهاردة مش هجاوب على أي سؤال. مش هجاوب. طبعا لو تسمح لي أنا أول حاجة عايز أشكر جماهيرنا، جماهير النادي الأهلي. سايبين دا غرانديزا دو كلوب. طبعا عارفين إحنا حجم النادي الأهلي. E sei bem da exigência existente no clube. وعارفين طبعا إيه المتطلبات المطلوبة من النادي. Estou aqui no Ali para ganhar tudo. أنا موجود هنا في الأهلي عشان أفوز بكل شيء. E quando digo tudo, é tudo mesmo. وقت ما أقول كل شيء يعني كل شيء حقيقي. Temos jogado 3 em 3 dias. لعبنا كل 3 أيام المباريات. Temos o plantel quase todo em casa. عندنا تقريبا الفريق كله مش موجود. Muitos lesionados. إصابات كتيرة. Introduzimos um conjunto de jovens que estão a trabalhar para o futuro. كان معانا عدد من الناشئين اللي بدوا يشتغلوا عشان المستقبل واللي سنهم صغير. E como a direção disse há uns tempos atrás. وزي ما الإدارة قالت من وقت فات. Tivemos alguns erros da arbitragem que faz parte do futebol, mas nós fomos penalizados. طبعا كان في بعض الأخطاء التحكيمية ودي كانت جزء من كرة القدم ولكن برضو في نفس الوقت عطلتنا أو أثرت علينا. Não estou aqui a arranjar desculpas nem coisa que se pareça. أنا طبعا هنا مش موجود عشان أحط أعذار لأي حاجة بتبدو ليك أو بتشوفها قدامك. Os verdadeiros adeptos do Ali. الجمهور الحقيقي أو المشجعين الحقيقيين للنادي الأهلي. Sabem que tenho treinador com coragem. عارفين إن في مدرب موجود شجاع جدا. Com caráter. عنده شخصية. Estou a dizer-vos e para terminar. وأنا بقول لكم عشان أخلص. Que em condições normais. Que في الظروف العادية. O Ali para o ano. إن شاء الله الأهلي السنة الجاية. Vai ganhar tudo. هيفوز بكل شيء. Boa noite para todos. ومساء الخير جميعا.